واحد بيقول هل الله سوف يحاسب كل انسان على مجمل حياته ام عن الساعات القليلة الاخيرة في حياته؟ في حزقيال 18: فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وفعل حقا وعدلا يحيى ولا يموت. اذا طبعا ربنا هيشوف حياة الانسان انتهت بايه، ببر او بخطيه، اما مجمل حياته تبقى في الدرجة اللي هيعيشها بعد كده. يعني افرض واحد تاب في اخر حياته، بتوبته يحسب بره، لكن اذا كانت حياته كلها خطيه قبل هذه التوبه فيبقى الدرجه بتاعته اقل طبعا.